هل يستطيع الشباب تسجيل قبل بداية الموسم؟ نتكلم 4 أيام متبقية. والله قد نتخلف عن مباراة هذا قد وقد نلحق، لكن بالتأكيد مباراة الاتفاق بعون الله إن شاء الله احنا سنلحق بها. الظروف أصعب مما يتوقع الجمهور، والأمور أكبر مما يتصوره الجمهور، لكن الحمد لله يعني بعون الله سنصل. احنا نشتغل لموسم كامل مش لمباراة. سؤال أخير بخصوص مهند عسيري، الحديث كثير عن مهند، عودة من المعسكر بعد تعاقدكم معه على أول مرة تصير ربما في الدوري، يعلن اعتزاله قبل بداية الموسم بخمسة أيام. مهند بأمانة وهقنا يعني بصراحة، يعني خلانا ياخذ خانة وسكتنا عن المهاجم وخلاص، وفي آخر لحظة شاف نفسه أنه ما يستطيع يكمل، وشاف نفسه أنه يرغب في الاعتزال. أمر الله، لا نستطيع نجبر اللاعب على الاستمرار، ونتمنى له التوفيق. مهند يظل ابن من أبناء النادي، ويظل نقدم له الشكر باسم الجماهير وباسمنا، وهذا قدر وما شاء الله يعني قدر. لا 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 لا، لا بأمانة، لا هو رغبة شخصية وموضوع خلاص حسن.